الكونتنت التالتة للماسكولار ترانجل اللي هي اسمها الصب اللي هي الثيرويد جلاند. احنا نفكركم بالاول اتنين كونتنتس اللي هما كانوا الانفراهيويد ماسلز والانس سيرفيكاليس. الان هنتكلم على الثيرويد جلاند من ناحية السايت والشيب والبارس والاكستنت. هنتكلم من خلال ادي الايتيمز اللي هي موضوع كلامنا النهارده. من خلال هذا الدياجرام نتعرض لهذه النقاط. هنا ده كان المندبل، والمندبل من جوه كان متقفل بالعضله المشهوره المعروفه باسم الميلوهيود ماسل اللي كانت بتشكل الفلور اوف ذا ماوس، واللي كان بيسموها الاورال ديافرام. تحت منها هنجد الهيويد بون، وتحت من الهيويد بون الثيرويد كارتليج في شكل جديد قريب من الشكل الطبيعي. والثيرويد كارتليج ده كان احد اكبر 6 كارتليج بتكون الكارتليجز اوف ذا لارينكس، وكان الكريكويد كارتليج ده كان الموست انفيريور وان فيهم. التراكية بعدد من الرينجز اللي بتكون حلقاتها انكمبليت سي شيب دي كارتليجنس رينجز، كانت بتكون الرينجز اوف ذا تراكية. طيب فين الثيرويد جلاند من هذا الكلام؟ المنظر ده عبارة عن anterior view للديب structures of the neck بعد ما شلت المازلز والسكين والفاشية علشان انظر الى الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند مكانها قاعدة فين؟ قاعدة في lower part of the front of the neck، يعني في هذا الموقع على وجه التحديد. شكلها butterfly in shape، butterfly يعني شكل الفراشة زي ما احنا بشايفين في هذا المنظر. اجزاء تتكون الثيرويد جلاند من الاجزاء الاتيه: 2 لوبس قاعدين على السايدز اوف ذا تراكيه، وفي عندي بيراميدال لوب اللي هو اللوب الثالث اللي ماسك في الجزء اللي بيربط التو لوبس مع بعض اللي اسمه الاسمس، الاكستنشن اوف ذا ثيرويد لوبس المختلفه. انا عندي اللوب الكبير اللي هو الثيرويد لوب، الابيكس بتاعته واصله للاوبليك لاين اللي قاعد على اللاترال سايد اوف ذا لامينا اوف ذا ثيرويد كارتليج، اما البيس بتاعته فتصل الى الفيفث او السيكس تراكيال رينجز. منطقة الاسمس قاعدة على التراكيال رينجز ارقام 2 و3 و4 زي ما احنا شايفين. اما البيراميد اللوب فكان متعلق في الهايويد بون، البيراميد اللوب كان راكب على الاسمس ومتعلق في الهايويد بون بفايبرو ماسكولار باند بيسموها ليفيتور جلانديولي ثيرويدي، بتمثل امبريولوجيكال ريمننت لامبورتنت ستراكشر هنتكلم عليه لما نصل الى ديفلوبمنت اوف ذا ثيرويد جلاند. طيب ده كان الايه الجنرال اركيتكتشر او الجنرال فيتشرز للثيرويد جلاند. الان هنتكلم على الريليشنز للديفرنت بارت. ناخد رقم 1 اللي هو الثيرويد اسمس ونشوف الريليشنز بتاعته كانت عباره عن ايه. ده المنظر الشهير الامامي للور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك لواحد بص له من قدام، فده كان الهايويد بون، ده كان المندبل، وده المايلوهايويد ماسل، دي الهايويد بون، ثيرويد جلاند، ثيرويد كارتليج معاها الكريكويد كارتليج والتراكيه. طيب فين دلوقتي الاسمس؟ ادي منطقه الاسمس اهي. الاسمس زي ما احنا شايفين كانت راكبه على التراكيال رينجز ارقام 2 و3 و4، لها انتيريور سيرفيس ولها بوستيريور سيرفيس اللي راكبه مباشره على التراكيه، ولها ابر بوردر اللي راكب عليه البيراميد اللوب، ولها لور بوردر اللي نوتشت شويه من تحت بهذا الشكل. طيب الثيرويد اسمس ده كان ريليتد لمين؟ كان ريليتد لي من قدام لعضلتين اثنين، كان الاسترنو هايويد وتحت منها كان الاسترنو ثيرويد. انا مشفف العضلتين الاثنين علشان ابين ان تحتهم كان الثيرويد اسمس موجود. هنا انا شلت الماسل ديت او شلت الاسترنو هايويد من فوق الاسترنو ثيرويد ديت علشان اقول نعرف بس ان في على السايز هنا في تو ماسلز والاثنين اوفرلابنج لايتش اذر، يعني الاسترنو هايويد قاعد راكبه فوق الاسترنو ثيرويد، فانا شلت الاسترنو هايويد من على الناحيه ديت وشلت الاسترنو ثيرويد من على الناحيه الثانيه. طيب نيجي بعد كده ل بقيت ده بالنسبه للانتيريور سيرفيس اوف ذا ثيرويد اسمس. الثيرويد اسمس انا اقدر اتعرض للريليشنز بتاعته بصوره اوضح من خلال سيكشن هعمله اكروس ذا نيك، هو ترانسفيرس سيكشن بيبين لي فيها الريليشنز او انتيريور اند بوستيريور ريليشنز اوف ذا ثيرويد اسمس. ادي الثيرويد جلاند،
ادي السيرود لوب وادي الاسمس، ده الانتيريور سيرفيس وده البوستيريور سيرفيس. لو نيجي نشوف الانتيريور ريليشنز اوف ذا اسمس، ادي من قدام خالص هنجد السكين، السكين تحت منها السوبرفيشال فاشيا. السوبرفيشال فاشيا اللي اساسا كانت عباره عن لوبيولز اوف فات قاعده على فايبرس او نتورك اوف كونكتيف تيشو، هذه كانت بتشتغل ميديوم قاعده فيها البلاد فيزلز السوبرفيشال اللي كان عندي اللي هو الانتيريور جاجولار فين. نيجي بعد كده للديب فاشيا، الديب فاشيا اللي قاعده في منطقه النك ان فرونت اوف ذا اسمس هي كانت جزء من البريتراكيه الفاشيا. لو نذكر مع بعض البريتراكيه الفاشيا كانت بتيجي حوالين السيروك جلاند وتعمل لها ايه انفستنج وتحوطها، فهنا الديب فاشيا اللي هي الفرايتي اللي اسمها بريتراكيه فاشيا. تحت منها العضلتين اللي هما الاسترنوهيويد وادي الايه تحت من الديب فاشيا او اقصد انتيريور للاسمس، فهنجد عند الاسترنوهيويد ماسل وتحت من الاسترنوهيويد ديب يعني بوستيريور هنجد الاسترنوسيرويد، والاثنين دول كانوا بيمثلهم انتيريور ريليشنز اوف ذا سيرويد اسمس. اذا الانتيريور ريليشن اوف اسمس من الاول السكن سوبرفيشال فاشيا فيها الانتيريور جاجلر فين ثم الاسترنوهيويد ماسل ثم الاسترنوسيرويد ماسل. طب ماذا عن البوستيريور ريليشن؟ مباشره هنجد التراكيال رينج القام 2 و3 و4 هنجد وراهم الايسوفيجاس. دي كانت الانتيريور اند بوستيريور ريليشنز اوف ذا سيرويد اسمس. ماذا عن الابر واللور بوردرز ريليتد مين؟ ده الابر بوردر اوف ذا سيرويد اسمس كان راكب عليه البيراميدال لوب، البيراميدال لوب اللي ماسك في الهيود بون بفايبرو ماسكولار باند اسمها ليفيتر جلانديلو سيرويدي. الابر بوردر هنا كان نازل له انستموزنج ارتريز جايين من السوبيريور سيرويد ارتريز وبيعملوا انستموزس مع بعض عند الابر بوردر اوف ذا اسمس. بالمثل من تحت كان في انستموزنج برانشز جايين من الانفيريور سيرويد ارتري عاملين انستموزس في هذه النقطه على اللور بوردر، وكان خارج اتنين فينز كان داخل ارتري كمان اسمه سيرودا ايما ارتري، وكان ده طالع اتنين فينز اللي هم الانفيريور سيرويد فينز. ديت كانت معظم الريليشنز اللي ريليتد للابر واللور بوردرز اوف ذا سيرويد اسمس. طب ماذا عن السيرويد لوب؟ السيرويد لوب الواحد في كروس سيكشن كان له ثلاثة سيرفيسز، لاترال او سوبرفيشال سيرفيس، لاترال او انتيرو لاترال اللي هو السوبرفيشال سيرفيس، ثم الميديال سيرفيس والبوستيريور سيرفيس. من خلال المنظر الامامي ده ادي عندي السيرويد جلاند، السيرفيس اللي قدام عيني ده على طول هو الانتيرو لاترال سيرفيس او السوبرفيشال سيرفيس. نشوف السيرفيس ده ريليتد لايه وهنسميه ايه؟ ريليتد عندي لعدد من العضلات وتشمل اول عضله اسمها ستيرنوهيويد، في نفس مستواها كانت عضله اسمها ستيرنوسيرويد، كان مغطيهم عضله اسمها ستيرنوماستويد. المجموعه الثلاث عضلات دي اللي مغطيه السيرويد لوب خلتنا مغطيه الانتيريور لاترال سيرفيس او السوبرفيشال سيرفيس، خلتنا نسمي هذا السيرفيس ماسكولار سيرفيس. ليه؟ لانه ريليتد لعدد من العضلات. طب لو حبينا نشوف بقيه الديب ريليشنز من ميديال وبوستيريو لازم اخد سيكشن، سيكشن زي اللي جاي ده، ادي عندي الانتيريو لاترال او السوبرفيشال سيرفيس وده من ورا البوستيريو سيرفيس وده ادي الميديال سيرفيس. نيجي نبص للسوبرفيشال سيرفيس تاني كده كانت الريليشن، ادي الاسترنوماستويد ماسل تحتها عضلتين في نفس المستوى الاوموهيويد والاسترنوهيويد، تحت منها هنجد الاسترنوسيرويد. الاربع عضلات دول كانوا بيشكلهم الاستراكشرز اللي ريليتد للسوبرفيشال سيرفيس، وبسبب وجود هذه العضلات سمينا الماسكولار سيرفيس، سمينا اللاترال سيرفيس او الانتيرولاترال سيرفيس سميناه الماسكولار سيرفيس. اما بالنسبه للميديا ريليشن فكان في عندي اتنين تيوبس من فوق واتنين تيوبس من تحت. الاثنين تيوبس من فوق كانوا واسعين، كان الفارينكس قدام اللارينكس. طب الفارينكس الكونتينويشن بتاعها الاسوفيجاس واللارينكس الكونتينويشن بتاعه التراكيه. طب هنا اثنين تيوبس كل واحد فيهم شكل، واحده شكل الامع والثانيه اللارينكس والتيوب بتاعتها اللي هي التراكيه. يحجز بينهم نيرف اسمه الريكارنت لارينجيال نيرف. اذا السيرفيس اللي جوه ده اللي هو الميديال سيرفيس هيسموه تيوبال سيرفيس. ليه؟ لانه ريليتد لتيوبس. طب تعالوا نشوف السيرفيس اللي وراني الاستراكشرز ريليتد ليه وهنسميها ايه. ادي الاستراكشرز ريليتد الكاروتيد شيز جواه الكومن كاروتيد ارتري، ادي ارتري وراء ارتري تاني اسمه انفيريور سايد ارتري، وراء ارتري تالت اسمه فيرتبرال ارتري. طب تفتكروا لو حبينا نسمي السيرفيس ده نديله اسم تفتكروا هيكون اسمه ايه؟ بالظبط
هيسموه vascular surface لان related ل blood vessels. طيب ادي كانت الريليشنز المختلفه لل different surfaces of the thyroid loop. طب ماذا عن الارتيريال سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند؟ ادي الثايرويد جلاند بتاعتنا وهي الابيكس بتاعه الثايرويد لوب واصله تحت للاوبليك لاين على الثايرويد فوق الاوبليك لاين بتاع الثايرويد كارتليج والبيس بتاعتها للفيفث او السكس تراكيال رينج. هيجي لها ارتري من فوق هو برانش. ادي عند الكومن كاروتيد ارتري كانت فرع لارتري يعني امتداد هو الانترنال كاروتيد وارتري اخر اسمه اكسترنال كاروتيد. يطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري وحيد ينزل لتحت. ان الارتري الوحيد اللي نازل لتحت من الاكسترنال كاروتيد هو برانش اسمه سوبيريور ثايرويد ارتري. هذا السوبيريور ثايرويد ارتري كان بيدي خمسه برانشز، واحد فيهم يروح للثايرويد جلاند اسمه جلاندولار ارتري، هيدخل من الايبكس ويمشي تورش واسكورس تورش واسكورس لحد ما يدخل السبستانس اوف ذا جلاند ويغذي الابر بارت اوف ذا ثايرويد لوب والابر هاف اوف ذا ثايرويد اسمس. ده كان اول ارتري. الارتري الثاني اللي هيغذي الثايرويد جلاند جاي منين؟ ارشف اورطه كان بيطلع السبكليفيان ارتري. السبكليفيان ارتري بيطلع الثايرو سيرفيكال ترانك والثايرو سيرفيكال ترانك كان بيطلع عشان اسمه انفيريور ثايرويد ارتري. الانفيريور ثايرويد ارتري احد البرانشز اللي خرجت منه بيدي عدد من البرانشز دخل للثايرويد جلاند من ورا علشان يغذي اللور بارت اوف ذا ثايرويد لوب اند اللور هاف اوف ذا ثايرويد اسمس. اما الشريان الثالث فكان طلع من الكومن كاروتيد ارتري طلع من الكومن كارو ارتري في معظم الاحوال مرات يطلع من الارش اوف اورتا او من البريكوسفاليك يسموه ثايرودايما ارتري. ده كان بيغذي منطقه الاسمس اوف ذا ثايرويد جلاند. طب ماذا عن الفينس درينج؟ عن طريق ثلاثه فينز. يعني كان عندي ثلاثه ارتريز سوبيريور وانفيريور ثايرويد وثايرودايما. طب تعالوا نشوف الفينز. انا عندي ثلاثه فينز سوبيريور ثايرويد فين وميدل ثايرويد فين. لو نتذكر ما كانش فيه ميدل ثايرويد ارتريز. السوبيريور والميدل ثايرويد فين دول هيروحوا فين؟ هيروحوا على الانترنال جاجولار فين. يصبوا في الانترنال جاجولار فين. طب والانترنال جاجولار فين ده كان راح فين؟ ده كان اتحد مع السبكليفيان فين وعمل ايه؟ عمل البريكيوسيفاليك فينز اللي اتحد مع بعضها وعملت السوبيريور فينا كافا. طيب يبقى ده عندي سوبيريور ثايرويد فين وده ميدل ثايرويد فين. طب لسه في انفيريور ثايرويد فينز. الانفيريور ثايرويد فينز اتنين بس بيصبوا غالبا في الليفت بريكوسيفاليك. في بعض الاحوال لقوا ان الليفت ثايرويد الليفت انفيريور ثايرويد بيصب في الليفت بريكوسيفاليك والرايت بيصب في الرايت بريكوسيفاليك. لكن في معظم الاحوال ان تو انفيريور ثايرويد فينز بيصبوا في الليفت بريكوسيفاليك فين لانه ماشي كورس اوبليك وطويل وماشي تحت الجلاند مباشره بعيد عن الرايت بريكوسيفاليك.